حياكم الله مشاهدينا. طبعا شفنا فقرة المطبخ لهذا اليوم كانت يعني لمحة سريعة عن القوزي العراقي، يا رب إن شاء الله كانت يعني فقرة مميزة. بالتالي أكيد إحنا اليوم نسلط الأضواء على أي موضوع ممكن اليوم أنه بي رسالة معينة بي هدف معين، فأكيد اليوم موضوعنا رح ناخذكم لعالم الفن وعالم الرسم وكل هذه التفاصيل. نعم عزيزي. أكيد يا رائدة، طبعا إحنا دائما نسعى في كل فقرات برنامج نسمى زاكروس، وخصوصا في فقرة يا هلا بالضيف، أن نقدم المعلومة أو نخلي المشاهد يصير عند اطلاع على مجموعة من المواضيع. أكيد. غرضنا من كل هذه الفقرات اللي نقدمها هو الفائدة وإيصال المعلومة لكل المشاهدين. طبعا اليوم في فقرة أهل الضيف أكيد مثل ما تلاحظون وجود لوحات في الاستوديو الخاص ببرنامج نسمات زاكروس. طبعا هذه اللوحات الجميلة اللي تحتوي على ألوان جدا رائعة وجدا راقية وألوان جدا زاهية. يعني اليوم يا رائدة الفنون التشكيلية واحدة من أهم الفنون. اليوم الحياة عبارة عن فنون تشكيلية، الاستوديو وتكوينه عبارة عن فنون تشكيلية، وسميت الفنون التشكيلية لأنها تكون عبارة عن تشكيل يعني مجموعة من الألوان مجموعة من القطع. طبعا احنا اليوم راح نتكلم عن الفنون التشكيلية ورمزيات الفنون في فن الرسم مع الأستاذ أحمد قربية. أهلا وسهلا بك، صباح خير عليك ومساء خير عليك. حياك الله، مساءك. أهلا وسهلا، نورتنا اليوم. الله يخليكم. اليوم الفن التشكيلي هو فن جدا مميز، لكن مع الأسف يمكن مهمش بالفترة الأخيرة اللي نشوف اليوم. كثير عندنا ما شاء الله من المواهب اللي موجودين، وأيضا يعني هذا الموضوع موضوع رسالة الفن رسالة مقدسة، لكن مع الأسف مهملة. لو شوي احنا نحكي عن احمد الربيعي وشون كانت بداياته. البدايات كانت من الطفوله. كنت امارس الرسم كهوايه. نعم. بالتدريج تمرست بالفن لحد سنه 88 اعتزلت الفن. رجعت سنه 2018. نعم. يعني 30 سنه انا تاركت الفن تماما. شنو السبب؟ والله مشاغل. ودراسه وياها. تعرفين الدراسة التكنولوجية صعبة. صحيح. بال2008 قسم من 2018 قسم من الأصدقاء الفنانين فاتحوني بموضوع الرجوع للعالم ورجعت والحمد لله حققت نجاح. الحمد لله. حلو. ذكرت أن أنت درست التكنولوجيا، ودراسة التكنولوجيا مثل ما تعرف تكون بعيدة عن دراسة الفنون التشكيلية بصورة عامة أو كافة الفنون، يعني التكنولوجيا واحد عالم والفنون عالم اخر، شلون قدرت تجمع بين هذا الاثنين؟ شلون قدرت تطور نفسك بين الاثنيناتهم؟ اكو شيء اسمه طبع، اكو شيء اسمه تطبع. نعم. الفن هو فشيء موجود بداخلي. صح. طبع. هذا طبع. صح. التكنولوجيا شيء يعتبر تطبع، يعني انا اخذته من الاخرين. وهذا شيء وهذا شيء. يعني مثل ما تزرع نبته في حديقه راح تزدهر. نعم. صحيح. بينما تزرع نبتة في صحراء راح تنتهي. صحيح. نعم. حلو، جميل جدا. طيب على أكثر شيء شنو هو اللي تعتمده بلوحاتك؟ أنا أعتمد على فن الواقعية. الواقعية. اللي أنا أصلا السنة اللي فاتت أخذت بها المركز الثاني بمصر. حلو. ما شاء الله. السبب اللي خلاك يعني تلجأ لهذه المدرسة الواقعية؟ اليوم مدارس كثيرة كلاسيكية ومستقبلية ورومانسية وسريالية. وقبل ما نبدأ بأي شيء الفن رسالة إنسانية. صحيح. أنت على مود توصل الفكرة للمقابل. لازم توصل لها بأسلوب مبسط. يعني إذا تتجه للتكعيبية أو التشكيلية أو التجريدية ما راح يفهمها الإنسان البسيط. أنت لازم تخاطب كل العقول. صحيح. الإنسان اللي ثقافته بسيطة والإنسان المثقف أو اللي واصل مرحلة عالية من الثقافة. يعني فالواقعية هي تخاطب كل الفئات. مضبوط. واختار يعني اختارت هذه المدرسة لأنها تصل لكل الناس. اليوم يا رائدة يعني حتى تلاحظين من تنطين ورقة وقلم لطفل صغير بالعمر وتقولي له بلش أرسم، أول ما يبدي يرسم راح يرسم بيت وشجر وشمس وهالة طيور الهيتشي على شكل 8 على شكل حرف أم راح يرسم تلال وجبال. هاي الواقعية، هذا الشيء مبسط، هاي الأشياء اللي تكون هي من مخيلة هذا الطفل. صحيح. بدون ما يطلع على هاي الأشياء يعني تقدرين تقولين ان الواقعيه فعلا تصل لكل الناس وكل الناس تقدر تفهمها وكل الناس تقدر تقراها. حلو. طيب لو جينا نتكلم عن هذه اللوحه، انا اول ما شفتها ركزت شفت على البنيه. البنيه طبعا هاي بيها مجموعه افكار. اي شنو الافكار؟ شنو هذه الرمزيات اللي بهذه اللوحه؟ اول شيء التحديات اللي تعاني منها المراه بالمجتمع. حلو. يعني انا مجسدها بالموج العالي. نعم.
للبحر ووقوفها هي أمام صخرة. يعني المرأة دائما تحاول توصل للأمان أو للشيء القوي اللي يحميها. فهذا الشيء يتجسد بالصخرة اللي صامدة أمام كل هالأمواج العاصفة. حلو. حلو. هاي فكرة النوع. نعم زين. يعني اليوم سدت تلاحظ إنه أنت استخدمت تقريبا 4 أو 3 ألوان بهذه اللوحة كلها. نعم. يعني السبب اللي خلاك مثلا تقدر تقول يعني احنا مثلا اذا اريد نركز على كل هذه اللوحه اول شيء راح يجذب نظرنا هذه النقطه اللي هي البنيه اللي واقفه يعني رغم الكم الهائل من الالوان الهائل لكن التركيز صار على هذه النقطه اللي هي البنيه اللي جذب النظر. يعني انه انت اليوم اذا تلاحظ انه صحيح الشيء الرسمه جدا بسيط لكن التحديات اللي تواجهه أكبر بهواية يعني حتى تنجسد هذا الشيء من خلال اللوحة اللي رسمها حتى نقطة تجسيد للبنية تفاصيل دقيقة جدا كجسمها كشعرها بحيث نعم. رغم صغر حجم صحيح المساحة اللونية اللي أنا ماخذها لكن نقطة تفاصيل دقيقة يعني نشوفها تعرف أنه هاي بنية واقفة. جميل جدا. زين لو أردنا نحكي عن المهرجانات اللي أنت شاركت بيها وأخذت المركز الثالث بمصر ثاني. نعم. اها حلو جميل جدا. احكينا شويه عن هذه المهرجانات. مهرجانات يعني اشتركت بليبيا اشتركت بتونس اشتركت بالمغرب حلو بالولايات المتحده لكن اكثرها في مصر. نعم. اريد اسال سؤال يعني عذرا عزيز بنشوف احنا يعني اغلب الفنانين التشكيليين الرسامين يلتجون للاشياء البغداديه يعني ايش عجب هي حالة يعني هذا السؤال يكمن في ذهني أنا هي حالة انطباعية إنه الإنسان عنده فد فكرة يعكسها من التراث أو فشي يحن إليه هو حلو يعني الحنين للماضي. نعم. هذه صورة أم كلثوم عذرا عن المقاطعة فشون يجسد هاي الحالة يرجع للتراث البغدادي. نعم. التراث الأصيل التراث العراقي صحيح يعكس هاي الحالة. نعم. حلو أستاذ أستاذ في كل لوحة ترسمها أنت لابد ما توجد حكاية مثل الحكاية الموجودة في هذه اللوحة. يعني أريد نتكلم عن هذه اللوحات اللي تعرض الآن يعني أريد نعرف إنه هاي اللوحة تجسد واقعة الطفل. هذه البغدادية البغداديات اللي قلنا عليها إحنا بالبداية تكلمت عليها زينة رائدة وهذا الشيء هاي إنسان بيحس بوحدة. هاي هم عن بغدادي تراث بغداد. هذه مارلين مورلو أكيد يعني غنية عن التعريف كل الناس. هذه إحنا أيقونة الجمال نسميها. هاي طبيعة. حلو. أستاذ ما حاولت تفتح يعني المدارس خاصة بتنمية الموهبة الفنية لدى الأعمار الصغيرة كودر أنت فنان وتحمل مجموعة من الإبداع والثقافة والتميز بهذا المجال. الواقع العام ما يشجع. الإقبال على الفنون يعني. مهمل. بالضبط. محاولت انت يعني مثل ما نقول تحبب الناس مثل ما اصدقائك رجعوا لك بسنة 2018 قالوا لك لا ارجع للفن محاولت انت ترجع بمرور بس ما تقدر تجبر الاخرين يعني انا اعطيت دروس بالمتحف العراقي بالقشلة متحف الجوال اعطيت دروس القسم من الهواة لكن شفته مره راح بعدين رجع يعني يلجأ لك مرة واحدة على قد ما درس مجانا يعني بدون مقابل يعني للأسف اليوم كثير من المواهب مهمة شاهدنا بالشارع العراقي لكن احنا دائما وأبدا انه ندعم كل المواهب من خلال قناة العائلة العراقية قناة زاكروس بالتالي اليوم يمكن موضوع الفن التشكيلي والرسم وهذه التفاصيل يمكن فقط انه هي مجرد انه انت توصل موهبتك لكن ما راح انه تسوق بطريقه صحيحه من قبل الناس او المتذوق فن التشكيل بصوره عامه. نعم. هو رساله قبل ما يكون تسويق انت تقولين تسويق يعني موضوع صار تجاره اي اكيد اليوم انت من فنان يمكن كثير عذرا عن المقاطعه يعني كثير من الناس نشوف بالدول الاجنبيه او العربيه انه على سبيل المثال اليوم هو عندهم معارض خاصه يعرضون بها لوحاتهم بمبالغ ثمينه. نعم. صح لو غلط صحيح. اي فإحنا اليوم موضوع عندنا هو موضوع مجرد أنه أنت هذه الرسالة تريد توصلها لكن مو كشيء تجاري مو كشيء لا ما عندنا شيء تجاري مضبوط بالنسبة للفن يعني إحنا ده نحاول أن نوصل رسالة للناس. نعم. أنه قيمة الفن يسمو ولا يسمو عليه صحيح هاي الواقعية هاي الانطباعية نعم انعكاس الشخصية أصلا للإنسان
سواء كانت بالتراث أو بالفنون العالمية. هاي الرسالة هي رسالة سامية. مضبوط. صح. يعني أنت إذا ما تقدر تعبر عن ذاتك الإنسانية، فإيش وقت لها تعبر؟ مضبوط. صح. لا أيضا ما نريد ننسى إنه أكو يعني مجموعة من الفنانين التشكيليين والفنانين بصورة عامة، يعني تحياتنا لكل شخص يحاول أن ينمي مواهب الفنية ويحتوي هذا الفن ويجسده بصورة صحيحة ووصل للإنسان بصورة صحيحة. اليوم نلاحظ حتى جميع الفنانين التشكيليين يعني بين فترة أخرى تسوي جاليريات خاصة بالفنانين اللي يكونون طلاب أكاديميين سواء، بس يعني مفترض أن تكون عندهم عضوية في داخل هذه الجمعية التشكيلية الفنانين. طبعاً أكو هواي معارض لاحظناها، لكن صح بمرور الوقت أنه بعض المعارض تعرض بها لوحات تكون ذات قيمة جداً عالية، بعض الآخر لا، لكن كل هذه اللوحات تحتاج إلى نقاد حتى ينطون لكل لوحة حجمها الخاص. إذا يعني ملاحظين أكو لوحة من اللوحات صراحة نسيت اسمها، هي مو لوحة، هي تجسيد بصورة جدا بسيطة اللي هي لوحة الموزة اللي انباعت تقريبا يعني تقريبا 1 مليون أو 2 مليون دولار، ما أتذكر سعرها شنو، مجرد ما موزة ولازقها على جدار والناس تأخذ وياها صور. يعني هاي صحيح اللوحة أو مو لوحة، هي يعني فشيء كلش تجسيدي وبسيط يعني بواحدة من الدول الأوروبية، لكن تلاحظ أنه هو سوى شيء بسيط، يمكن الأشياء العفوية البسيطة شيء عفوي بسيط يعني توصل بها رسالة. لكن إحنا اليوم نلاحظ أنه كمية من الإبداع، يعني صراحة أنه نحتاج مؤسسات ترعى هاي مواهب، يعني صراحة أنه أنت اليوم حتى تقدرون توصلون وتغيرون نظرات العالم كلها عن العراق بواسطة هذا الفن التشكيلي. يعني نحاول على حسابنا الخاص إذا نطلع لي برا، على حسابنا الخاص إذا نشترك بمعارض كثير من الفنانين العراقيين وأحرزوا مراكز متقدمة في الفنون التشكيلية، لكن هنا ماكو. هي حقيقة يعني بالعراق ماكو، لكن برا الفنانين التشكيليين أحرزوا مراكز متقدمة. أنت تلجأ المؤسسات شيء يعني جهات معنية تهتم بالفن، أشخاص فنانين يحبون يدعمون الفنانين. اليوم لا بد ما أكو فنان يحب يدعم فنان، صحيح إنهم يكونوا اثنيناتهم بنفس المجال، واحد يحب يتفوق على الآخر يعني بمجموعة من أو بأشياء معينة، لكن إنه أنت ما لقيت الأشخاص اللي يدعموك أو المؤسسات اللي يدعمك وتوفر لك احتياجاتك الخاصة أنت كفنان. لا ما أكو أي دعم، يعني أنا كل الأمور اللي ساهمت فيها من إمكانياتي الخاصة إذا بداخل العراق أو بخارج العراق. كله باجتهادك الشخصي. حلو. طيب لو ردنا نتكلم عن هذه الصورتين، شنو اللي شنو الرسالة اللي بيها أو الرمزيات اللي موجودة بيها؟ اللوحة الأولى اللي هي باب بيت قديم، نعم، هي حنين للماضي، الهدوء، الطبيعة الحقيقية. كنا نحل الماضي صحيح. من تشوفين الباب القديم، باب بيت قديم، شعرين فتشي شيء من التراث فقدناه. شيء مضبوط صح. هاي الطبيعة الجميلة اللي راحت وحلت بدالها ترسانة الكونكريتية وغيرها من صحيح العمل. طبعا لفتت انتباه الصورة أيضا اللي بالأسود وأيضا اللون البنفسجي، يعني ما شاء الله مبدع، شلون ممكن دمجت هذه الألوان الظلية اللي احنا نسميها صح؟ هذا هو فن اصلا يسموه فن التظليل، اعتقد الاخ هنا يعرفه. نعم. انا طورت هذا الفن شويه. فن يستخدمون القلم الفحم الابيض على ورق اسود. صحيح، لكي يجسد الاشياء يعني يعني الاشياء انه يعتبر شوف الجمال، شوف الالوان، شوف اختيار يعني رائده. لحظه زين، شنو هذا هذا يعني مفتاح صح؟ لا هاي باب. قفوا للعفو، هي أشبه بالمفتاح، وكان المفتاح بس أنا راسمها باب للدخول أو للخروج منها. يعني رادة تبو مجرد ما راح تنظرين هذا الباب اللي معروضة الآن راح تلاحظين العمق اللي متكون من خلالها بداخل الصورة، راح تلاحظين التجسيد اللي يتكون. كأنما يعني البنت شلون طاغية على الباب، مبينة إنه هذه البنت قريبة من الصورة حتى وإن كانت صورة فوتوغرافية. مضبوط. يعني تجسد الآن هي كصورة فوتوغرافية. زين. تعتبر شنو الرمزية اللي بيها؟ البنية تعيش حياة حيرة. حيرة صح. أو فكر قلق. يا أما تبقى محبوسة بهذا العالم اللي هي به، يا أما أمامها الباب تطلع منه. زين. أنت تتكلم عن البنت في داخل المجتمع اللي نعيش فيه. داخل نفسها أو داخل المجتمع. نعم. أي ما بين القلق وهذه التفاصيل. حلو، اختيار موفقة طبعا. زين، لو ردنا نحكي عن اختيار يعني الألوان اللي ممكن أنت تستخدمها بلوحاتك،
يعني هل يا ترى التظليل اكيد هو يعني ذكرت انه يكون تكون اللوحه سوداء وتستخدمون الفحم الابيض. نعم. طيب باقي اللوحات شنو الالوان اللي ممكن انت دائما تستخدم؟ انا استخدم الالوان الزيتيه. اها اللون الاساسي اللي عندك موجود بكل لوحه شنو هو؟ ازرق. الازرق شنو السبب؟ اجمل الالوان لانه يعني يعكس الهدوء. الهدوء الهدوء والراحة. وانت يعني بطبعك هذا يعني حتى هسه بكلامك يعني كل فنان اليوم له فد شيء كاريزما معينه كارزمة. يعني اكو بعض الفنانين يكون عندهم يعني اختلاف بستايلهم هم الخارجي. أوكي. بعض الفنانين يكون عندهم الهدوء هسه مثل حضرتك يعني فجميل جدا يعني أنا كلش أحب هذه المواضيع. اليوم يا رائدة حتى اليوم بعض الأشخاص اللي يكون عندهم اندفاع بالشخصية تلاحظين لوحاتهم تحمل نوعية من الجراء أو تحمل نوعية صحيح. من يعني حتى يعني يعكس تكون شخصيته على لوحاته. شخصيته على اللوحة مضبوط. يعني أتوقع أن الأستاذ أكيد لابد ما أن يمر مثلا فترات خلينا نقول فترات حزينة أو يجلس لوحده يفكر بأشياء معينة هذه الأشياء أكيد أنت راح تجسدها على اللوحات من خلال الإبداع اللي تمتلكه اليوم حتى الفنون التشكيلية والفن الرسم والفنون التشكيلية بصورة عامة نقدر نستخدمها حتى نطلع الأشياء اللي بداخلنا بي. طبعاً أستاذ أكيد اليوم اللوحات وجمال هذا الإبداع أكيد موجود لكن أريد أن أسألك أنه ما حاولت أنت تكتشف واحد من أولاد اللي تمتلكهم يعني أولادك فنانين شيء تشجعهم على هذا الشيء أكيد تحب تنقل هذا الإبداع وتخليه يستمر هذا أحاول أنقل حلو وشجعها دائماً واشتري لها الأشياء اللي تخص عمرها يعني هي بالرابع نجحت لها الخامس ابتدائي بس عندها إمكانية لا بأس بها حلو حلو الله يحفظها لك طيب عادة أي اللوحات اللي أنت ترسمها مش قد المدة أنه تنتهي هل يا ترى أنا أكو لوحات كنا طول عندك فترة معينة يعني ماكو فاصل زمني معين كل لوحة لها شغلها حلو أقصر لوحة شقد بشقد بثلاث ساعات حلو وأطول مدة معينة ممكن وأكو لوحة استغرقت بها ست شهور السبب اللي خلاك هاي شنو استغربت شنو السبب اللي خلاك تستغرق هذا مساحتها كبيرة أها لأنه هي لوحة كم مساحتها 3 مترات في 2 والموضوع اللي رسمته كان بغدادي بغدادي يعني نفس الصورة اللي انعرضت بس الطريقة أكبر نعم أها حلو لو تدخل على صفحة الفيس راح تلقاها موجودة زين وين موجودة حاليا يعني هذه اللوحة موجودة بمدرسة نجيب باشا الأهلية أها الثانوية زين الألوان اللي استخدمتها بهذه اللوحات تعرف إنه أنت اليوم الألوان البغدادية ألوان جدا زاهية وجميلة أحمر وأخضر وأزرق بالضبط كل الألوان استخدمتها اللي هي الأحمر والأزرق والبنفسجي والأصفر والبرتقالي من أكثر الألوان اللي لاحظها بأغلب اللوحات البغدادية اللي هي تكون ألوان نارية الميلان إيه لأن الأحمر والبرتقالي وهاي الأشياء هاي الألوان الساخنة جذابة يعني. للنظر صحيح صحيح يعني هو الفن اليوم مثل ما ذكرت ببداية حديثي رسالة مقدسة أتمنى اليوم من وزارة الثقافة أنه تهتم بموضوع الرسامين على الأقل أنه لو تكون عندهم فد معارض يعني بالسنة يوم واحد أنه يشاركون اليوم كل الفنانين التشكيليين بهذا المعرض وعلى الأقل من كل فنان اليوم إلى لوحة بالتالي هذا يكون فد حافز لهم اليوم حتى يقدمون لأنه إحنا محتاجين لهذه المواهب على الأقل يعني يشاركون بمهرجانات عربية وعالمية بالتالي إحنا محتاجين مثل ما ذكرت لأنه العراق وبلد عريق ويستحق أنه اليوم اسمه يكون موجود بكل مكان وكل محفل بالتالي يعني احنا دائما نسلط الضوء على كل المواهب اللي موجودة عندنا فبالتالي يعني الفنان التشكيلي يعني أحمد الربيعي أتمنى لك نهار سعيد شكرا لتواجدك ويانا اليوم شكرا لكم حياك الله طبعا شكراً عزيز بعدنا بإطار الفن وأيضاً الـ 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 يعني الذوق الجميل واختيار الألوان وهذه التفاصيل والأمور زميلتنا أضواء الخفاجي دائماً تعد لنا جولات مميزة مثل هي شون هي كيوت يعني جولات جداً كيوت فخلينا نتابع مشاهدينا هذه الجولة المميزة من بعدها راجعين ومستمرين